وعليك أيها المهموم أن ترطب لسانك بذكر الله لتخرج من عنق الزجاجة إلى الفضاء والسعة، وإن زوال الهم مرهون بكثرة الاستغفار ولزومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إنه لن ينفع أحدنا جنوحه إلى زيد أو شكواه إلى عمرو ما دام لم يطرق باب أرحم الراحمين المطلع على الضمائر وما تكنه الصدور، لأن من فقد الأنس بالله فما عساه أن يجد، ومن وجد الأنس بالله فما عساه أن يفقد. ففر في همومك أيها العبد، فر إلى ربك خالقك ومولاك. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. عباد الله، إذا كان اللجوء إلى الله تعالى سببا في انسلال الهموم الجاثمة على المرء، فإن ذكر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سبب في الأنس وكفاية الهم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، أحسنوا التعامل مع الهموم تفلحوا. حذار أن تكون همومكم من نسيج خيالكم والواقع منها برا. خذوا أمور الدنيا بأسهل ما يكون، غضوا الطرف عن مذكيات الهموم بالتغابي عنها، فإن الغبي ليس بسيد في قومه لكن سيد القوم المتغابي. إياكم وكثرة المعاصي فإنها كلاليب الهموم، أجرنا الله وإياكم منها. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل الأحوال.